بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا، وهو الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك وضوابطه وآثاره. ولا أظننا نوفي الموضوع حقه، ولكن بحسب الإمكان. أيها الإخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأصل من أصول العقيدة، لأنه أداة لإصلاح المجتمع، أداة لإصلاح المجتمع مما يحصل فيه من مخالفات، تصرفات غير لائقة. فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتلافى به ما يحصل في المجتمع من خلل في السلوك والأخلاق والتصرفات، فهو جانب مهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عليه في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم لما يقومون به من إصلاح للمجتمع المسلم. ذكر سبحانه عن الأمم السابقة أن منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأثنى عليهم، قال سبحانه: ليسوا سواء، لما ذكر ما فيهم من العيوب قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما ذكر عن أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم اصطياد السمك في يوم السبت، لأنه يوم عبادتهم وتفرغهم للعبادة. حرم عليهم صيد السمك في هذا اليوم، وابتلاهم في أن السمك يكثر في هذا اليوم، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليختبرهم حيال ما أمرهم به أو ما نهاهم عنه.
فلما رأوا كثرة السمك طمعوا فيه، والله نهاهم عن الاصطياد، فماذا يفعلون؟ لجأوا إلى الحيلة، حفروا حفرا على جانب البحر ونصبوا فيها الشباك، فإذا جاء الماء بالحيتان سقطت في هذه الحفر وأمسكتها الشباك فتبقى فيها. فإذا جاء يوم الأحد وانتهى وقت النهي أخذوها احتالوا على حكم الله جل وعلا. فمن الحاضرين من بني إسرائيل من أنكر عليهم، ومنهم من سكت، ومنهم من باشر وأخذ السمك. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء أنكروا ونجوا. الطائفة الثانية ما أقرتهم على فعلهم لكنها لم تنكر عليهم، لأنهم يقولون لا فائدة في الإنكار عليهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد. فأجاب الذين أنكروا قالوا معذرة إلى ربكم، ننكر عليهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا ييأس الإنسان من نتيجة طيبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما كثرت المخالفة وعظمت فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ييأس ويقول لا فائدة، على الأقل يبرئ ذمته ولا يعدم من يستجيب له. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ذكر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، الذين أنكروا المنكر نجوا، وذكر الذين باشروا وعصوا الله أن الله أخذهم بعذاب بئيس، والعياذ بالله، عذاب شديد بما كانوا يفسقون. وسكت عن الذين سكتوا، فلا يدرى هل هم مع الناجين ولا مع الهالكين. الظاهر والله أعلم أنهم مع الهالكين، لكن يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيهلكون ويهلك الصالحون معهم إذا لم ينكروا عليهم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذين الجيش الذي يخسف الله به الأرض ومعهم سوقتهم وعمالهم من ليس فيهم، فقال يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم. ولما ذكر ما حدث للأمم السابقة في سورة هود التي كفرت بالله وعصت الرسل، ما ذكر ما حل بهم من الدمار والهلاك والبوار، قال سبحانه
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. يعني هلا لولا بمعنى هلا، فلولا كان من القرون من قبلكم، هذه التي هلكت، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واتبع الذين إلا قليلا منهم، قليل ما أنكروا، قليل أنكروا، لأن الخير لا يعدم ولله الحمد، مهما كثر الشر الخير موجود. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، فدل على أنه لو كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما حصل لهم هذا الدمار الهلاك. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة، ضمانة للمجتمع من الهلاك. وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها يصعدون إلى من فوقهم ليستقوا الماء من عندهم. فقال بعضهم لبعض: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا جميعا، الأعلى والأسفل، لأن الماء إذا دخل السفينة غرقت، ولو تركوهم يخرقون السفينة وهم قصدهم أنهم ما يشقون على اللي فوق، لكن ما هو كذا. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هكذا يؤخذ على يد المخالف السفيه لئلا يهلك نفسه ويهلك غيره. هذا مثال واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشر لا يتركون، لأنهم إذا تركوا تسببوا في هلاك المجتمع كله. فيجب على أهل العقول وأهل العلم أن يأخذوا على أيدي السفهاء شفقة عليهم من الهلاك وشفقة على المجتمع. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة، ضمانة لنجاة المجتمع كله، وفقدانه مظنة الهلاك للمجتمع كله. إذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هلك المجتمع كله، الصالح والطالح. الصالح لأنه لم ينكر، والطالح بذنبه هلك. إذن فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، لا بد من هذا، ضروري للمجتمع. ولكن ما طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا وبينه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن فالذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته، الذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته ليس في قلبه إيمان، لأنه لو كان في قلبه إيمان لأنكر المنكر بحسب استطاعته ومقدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله صلى الله عليه وسلم بيده هذا لأصحاب السلطة، ينكرون المنكر باليد ويزيلونه باليد، أو نواب السلطة الذين نصبهم الإمام للقيام بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر، هؤلاء ينوبون عن الإمام، فوضهم الإمام بذلك وأنابهم، فهم يغيرونه بأيديهم، لهم صلاحية ولا أحد يعترض عليهم. فإذا لم يكن سلطة للإنسان فإنه ينكر المنكر بلسانه لا بيده، بلسانه، بأن ينهى الناس ويحذرهم ويبين لهم أن هذا منكر وهذا حرام، إذا كان عنده علم، إذا كان عنده علم ويرى المنكر فلا يسعه السكوت، بل يبين للناس ويدعوهم إلى الله ويحذرهم من العقوبة ويرغبهم في التوبة ويبين لهم إن هذا شيء حرام وأنه خطير. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه أيضا مع أنه يبين للناس وينكر بلسانه أنه يتصل بمن لهم السلطة، يبلغهم، يتصل بمن لهم السلطة ويبلغهم عن المنكر مكانه ومن يقوم به ولا يسكت. مثل لو رأيت حريقا شب في محل، هل تسكت؟ يا يحرق المجتمع كله، بلد كله، لكن تبادر بإبلاغ الدفاع المدني مثلا ولا تسكت. هذا أشد من الحريق، المعاصي والذنوب أشد من الحريق. يجب أن تبلغ من يعنيهم الأمر ليزيلوا هذا المنكر، ولا تسكت، تقول ما علي، ما تقول ما علي، عليك ما دام أنك تقدر على الإنكار بلسانك والبلاغ للمسؤولين، إما مشافهة وإما مهاتفة وإما مكاتبة وإما أن توصي أن يبلغهم، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. فإذا لم تستطع، ما عندك استطاعة ومعرفة بالمنكر والأحكام الشرعية، فإن أو ما مكنت من الكلام ومنعت، عندك قدرة على الكلام لكن منعت من ذلك، فإنك تنكره بقلبك فلا يسقط عنك إنكار المنكر. وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تبتعد عنه وعن أهله ولا تجالسهم، ما تقول أنا منكر بقلبي وتجلس معهم، لا، ما يجوز. ابتعد عن مكان المنكر الذي لا تستطيع تغييره باليد ولا باللسان، ابتعد عن مكانه وعن أهله حتى تسلم بنفسك. ولهذا قالوا: هلك من لم ينكر المنكر بقلبه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن الأمور مرتبة، ما هي فوضى، الأمور مرتبة في هذا. انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ماذا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يشترط ثلاثة أمور. الأمر الأول قبل الإنكار، الأمر الثاني في حال الإنكار، الأمر الثالث بعد الإنكار. انتبهوا، الأمر الأول قبل الإنكار، وذلك بأن يكون عنده علم فيما هو المنكر وما هو المعروف، يعني يكون عنده علم، يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، ولا يكون بجهل، فقد يحرم حلالا ويحل حراما، وقد يفتي بغير علم فيضر نفسه ويضر الناس. يكون عنده علم بما يأمر به وعلم بما ينهى عنه، إذ المعروف هو ما أمر الله به، كل ما أمر الله به فهو معروف، والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر، فيكون عالما بالأوامر والنواهي، لابد من هذا، يكون مؤهلا بذلك. هذا قبل الإنكار. وأما ما في حال الإنكار، أن يكون رفيقا حليما متأنيا حال الإنكار، رفيق ما يكون عنده عنف وقسوة، حليم لا يغضب إذا واجه شيئا يكرهه، لا يغضب، يكون عنده حلم، يكون عنده حلم سعة صدر، لأنه مثل الطبيب يعالج مريض، يعالج مريض، الطبيب يصبر يعني إذا رأى المريض وصعوبة المرض، إنه يرفق بالعلاج شيئا فشيئا. كذلك الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا هو طبيب المجتمع، فعليه بالرفق وعليه بالحلم وعليه بمعرفة العلاج المطابق لهذا المنكر. هذا حال الإنكار. يتصف بهذه الصفات. وأيضا لا ييأس من زوال المنكر، أو على الأقل من براءة ذمته، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يكون عنده حسن ظن بالله عز وجل، حسن ظن بإخوانه المسلمين، فلا يأخذه العنف والغضب يتصرف تصرفات غير لائقة. ولهذا يقولون: لا يكون إنكارك للمنكر منكرا، وليكن أمرك بالمعروف معروفا. لا يكون إنكارك للمنكر منكرا، يعني بغير الطريقة الشرعية، هذا منكر، وتكون أنت أشد جرما من العاصي في إنكارك على غير طريقة شرعية، يكون أشد جريمة من العاصي، فتكون عندك الرفق والحلم والطريقة الشرعية في إنكار المنكر، ويكون عندك حسن الظن، تأني مع العاصي وأخذه بالسعة والرفق والمعالجة،
كان رجلان من بني إسرائيل ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلان من بني إسرائيل، واحد يقع في المعاصي، واحد رجل صالح. كان الصالح ينهى هذا العاصي، كرر النهي، نهاه الأول يوم، نهاه ثاني يوم، ثم لما تكرر منه المعصية أخذه الغضب والعياذ بالله، فقال والله لا يغفر الله لفلان. أخذه الغضب وقنط من رحمة الله وقال والله لا يغفر الله لفلان، فغضب الله عليه وقال من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. فالعاصي يرجو مغفرة الله وإن كان عاصيا، ما دام أنه مؤمن يرجو رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله. ولا وكذلك أخوه الذي ينهاه لا يسيء الظن به ويجزم أنه لن يتوب ولن ويجزم أن الله لن يغفر له، هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع أخيك العاصي. هو أخوك وإن كان عاصيا، عليك بالرفق به. فهذا يكون في حال الإنكار. وأما ما يكون بعد الإنكار فهو الصبر على ما ينالك من جراء إنكار المنكر ومتابعة الناس، ينالك أذى وينالك كلام سيء وينالك، وقد تهدد، قد تضرب، تجرح، عليك بالصبر. ولا تقول خلاص ما دام انهم ما هم قابلين ولا نبسال منهم اتركهم، لا، اصبر، اصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما تستمر. إذا ما صار عندك صبر ما تستمر. ولهذا يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، شوف، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فالذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر. اللي ما عنده صبر ما يستطيع الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من الصبر. واصبر على ما أصابك من الناس من جراء أمرك لهم ونهيك لهم، اصبر على ما يصيبك من كلام ومن فعل ومن، لا تجزع، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما أصابك، أنت على أجر، أنت على خير، فما يصيبك فهو في سبيل الله، مكتوب لك في دواوين أعمالك، ولا تدري ربما ينقلب هذا الذي آذاك ينقلب صديقا ومحبا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، انتبهوا، وما يلقى هذه الخصلة وما يرزق هذه الخصلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في سورة العصر الله جل وعلا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر، سواء كان عربيا أو عجميا، ملكا أو صعلوكا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، عالما أو جاهلا، كل إنسان خاسر، إلا من اتصف بأربع صفات:
الصفة الأولى الذين آمنوا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية عملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الثالثة تواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تواصوا بالحق. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم. ماذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وهو أفضل الخلق؟ ماذا واجه من الناس؟ لكنه صبر واستمر على دعوته وتحمل ما يناله من المشاق حتى أثمرت دعوته وأخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور وانتشر دينه في المشارق والمغارب بمواصلته للدعوة وحسن ظنه بالله وعدم يأسه من هدايتهم. لما جاءه مرة، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ضائق الصدر من شدة ما لقي من قومه، خرج يمشي على وجهه ما يدري وين يروح، يهيم ما يدري وين يروح. فجاءه ملك الجبال، جاءه ملك الجبال الموكل بالجبال، فقال له: أنا رسول ربك إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين محيطين بمكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر الحلم، حسن الظن بالله عز وجل، وانظروا ماذا أنتجت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله يحتاج إلى خلق يخالق به الناس، وخالق الناس بخلق حسن. قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكنه كان رحيم القلب عليه الصلاة والسلام، واسع الأمل بالله عز وجل، فلذلك اجتمعوا عليه. أعداؤه الذين كانوا يبارزونه بالعداوة أصبحوا في آخر الأمر من أعظم أصحابه والمجاهدين معه نتيجة حلمه وصبره ومواصلته للدعوة، صاروا من خواص أصحابه يدافعون عنه ويقاتلون دونه، وهم بالأمس أعداء قابلونه بالكلام القبيح وبالسب والشتم وبالضرب أحيانا، صاروا في آخر الأمر من أخص أصحابه والمجاهدين معه والمدافعين عنه صلى الله عليه وسلم. تحملوا الدعوة بعده ونشروها في الآفاق، جاهدوا في سبيل الله بعد وفاته نتيجة ما أعطاه الله من الحلم والصبر وحسن الظن بالله ومواصلة العمل. فعلى إخواننا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني الذين وكل إليهم هذا، وإلا كلنا يجب أن ننكر المنكر بحسب استطاعتنا. من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، هذا خطاب عام لجميع المسلمين، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. هكذا لا تترك الأمة وقال ما فيهم فائدة،
اتركوهم مثل ما قال بنو إسرائيل لما تعظون قوما. لا نيأس، لا نكل، لا نمل، نتعاون نتعاضد. فعلى إخواننا الذين وكل إليهم هذا الجانب أن يقوموا به على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يواصلوا العمل وهم على خير، وليكن المسلمون من ورائهم يؤيدونهم ويدافعون عنهم. ما نقول ما يحصل منهم أخطاء، يحصل منهم أخطاء لأنهم بشر، لكن لا نتخذ من أخطائهم سبيلاً إلى الوقوع فيهم وإلى سبهم والكتابة عنهم في الصحف وغير ذلك، بل نلتمس لهم العذر ونؤيدهم ونشجعهم وننبههم على ما يحصل منهم من الخطأ. يذكرون عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه إذا جاءه من يتكلم في رجال الحسبة فإنه يهدده ويغلظ عليه، ولو كان رجال الحسبة أخطأوا يغلظ عليه ويهدده أو يؤدبه أيضا، ثم ينصرف ما حصل شيء على رجال الحسبة، ثم يستدعي من حصل منه خطأ سرا وينبهه ويعالجه. هكذا، وإلى رجال الحسبة بشر، تحرون ينزل ملائكة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما فيه إلا منكم من إخوانكم، وهم غير معصومين، لكن نعالج الأخطاء بالطريقة الشرعية، ولا نتخذ من أخطاء بعضهم سبيلا إلى النيل منهم والكلام فيهم. هذا سبيل المنافقين، منافقون يفرحون مثل هذه الأشياء، أما أهل الإيمان فهم يسوءهم هذا الشيء، لكنهم يعالجونه بحكمة وتعاون ونصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ينصحونهم بالطريقة التي لا يشعر بها الناس، إنما تكون بين الناصح، تكون سراً بين الناصح والمنصوح. هكذا نتعاون مع إخواننا رجال الحسبة وننبههم وننصحهم فيما بيننا وبينهم، ونبين لهم الطريقة الصحيحة، ونبين لهم الخطأ حتى يتلافوه. هكذا المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. فرجال الحسبة منا وهم قائمون بعمل جليل، فنتعاون معهم بالعلم، بالتنبيه، بالإرشاد، بدلالتهم على مواطن المخالفات. هذا من التعاون معهم، ما نقول ما علينا منهم، هذا شيء واجب عليهم أن ما علينا منهم، لا، ما هو هكذا، الواجب نتعاون معهم بأي وسيلة تنشطهم وتقويهم وتقومهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان على هذه المحاضرة القيمة النافعة المؤصلة التي غطت ما يتعلق بهذا، وإن كان الأمر كما ذكر معاليه أنه لا يمكن أن يوفى في مثل هذه الجلسة، ولكن يكفي من القلادة ما حط بعنق، وفيما ذكره
ووفقه الله وسدده شيء كشف لكثير من الأمور التي تكون في أذهان الشباب والتي أيضا ورد بعض التساؤلات عنها. ها هنا أسئلة كثيرة مع الشيخ، وكما ترون انهالت الأسئلة، ولا شك أن هذا يدل على قرب الشباب منكم، ويعني يتمنون أن يأخذوا من علمكم، وأيضا كذلك حرصهم على أن تمدوا هذا الوقت كي يستفيدوا منكم. هناك أسئلة وردت من الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل أعرض بعضها وأمزج ذلك مع بعض الأسئلة التي تأتي هنا. أول الأسئلة التي وردت منهم يقولون: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل نشر بعض القضايا التي تم القبض عليها من قبل الهيئة عن طريق الإعلام كالإنترنت يعد من إشاعة الفاحشة؟ نعم بلا شك، الواجب الستر، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، والذي ينشر مثل هذه الأمور هو ممن قال الله فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب أننا نتعاون معهم ولا نفرح بأخطائهم وننشرها بأي وسيلة، ما ننشرها لا بالمجالس ولا بالإنترنت أو ما تسمونه ولا بالصحف والجرائد، لأن هذا معناه تجريح لنا نحن، تجريح لنا نحن، لأن هؤلاء هم خيرة المجتمع وهم قائمون بواجب عظيم، فإذا جرحناهم فمن يقوم بهذا الواجب؟ يعني تبون ملائكة ينزلون من السماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ الله جل وعلا جعل الرسل من البشر، ما أنزل ملائكة للبشر، أنزل رسل من البشر، منهم يدعونهم ويعلمونهم، فهم بشر يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم، لكن التقويم والتعاون يكون بالنصيحة معهم سرا لا يطلع عليه أحد. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد الشباب يسأل يقول: إذا ظهر المنكر في مجتمع ولم يقم ولي الأمر بإزالته ويرفض ذلك ولم يجد معه الإنكار سرا، ألا ينطبق على هذه الحالة حديث السفينة وأنه إذا لم يؤخذ على يده سوف يغرق ويغرق من في المجتمع؟ لا شك أن المنكر يجب إنكاره على أي حال، ولكن ما يكون إنكار المنكر منكراً غير طريقة شرعية، هذه طريقة المعتزلة، هم الذين يخرجون على ولاة الأمور بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلط. ولي الأمر له حق وله مكانة، وهو ظل، إذا ذهب الظل ماذا يبقى للناس؟ وهو سترة للمسلمين يتسترون من خلفه، إذا ذهب من يبقى أمام المسلمين؟ وليس هو من الملائكة ولا من الرسل، هو بشر يخطي، فالمناصحة معه وإيصال النصيحة له والدعاء له بالتسديد هذا هو الواجب مع ولاة الأمور، وإذا قاموا عليه كما وانشقوا عليه حصل من الشر أكثر مما كان قاموا من أجله، انحل الأمر واختل الأمن تسلط الأشرار فصار من الشر أكثر مما قاموا من أجل إنكاره. نعم. من أسئلة الإخوة في الرئاسة يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لي ضرب من وقع في معصية ليعترف بارتكابها؟ نعم. يقول: هل يجوز لي ضرب من وقع في معصية ليعترف بارتكابها؟ الاعتراف ما يؤخذ بالإكراه ولا بالضرب، الاعتراف ما يؤخذ بالضرب والإكراه، إنما يؤخذ بطريقة الاختيار والإقرار الصحيح
نعم. من الأسئلة معالي الشيخ يقول هل من إلا إذا كان هناك قرينة قوية على أنه واقع في 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 الجريمة، هناك قرينة تدل على هذا، إنه يضرب بقدر ما يعترف، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اليهودي الذي كان عنده مال أخفاه، والقرينة أن المال موجود عنده، فأمر عليا أن يعذبه حتى يقر. فإذا كانت هناك قرينة واضحة على أنه كذاب وأنه جاحد، فلا بأس أن يتخذ معه شيء من التعذيب حتى يعترف بالحق. نعم. معالي الشيخ حفظكم الله يقول هل من يقول بجواز المظاهرات يحذر منه أم هي مسألة اجتهادية؟ لا تجوز المظاهرات بحال من الأحوال. أنتم رأيتم المظاهرات بأعينكم، شفتم ماذا جرت، ماذا دمرت من البلاد، ماذا قتلت من النفوس، وأيتمت من الأطفال وأرملت من النساء، ماذا شردت من البيوت والبلد. المظاهرات ما تصلح، لكن العلاج ما هو بالمظاهرات، العلاج بالطرق الشرعية الكفيلة بحصول المقصود، وهذا يكون على أيدي العلماء وأهل الرأي، ما يكون على أيدي العامة والغوغاء. نعم. هذا أحد الطلاب يسأل يقول قرأت للعلامة ابن القيم عبارة له في كتابها الطرق الحكمية، أرجو من الشيخ شرحها، وهي: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. نعم، بلا شك أن مخاطبة الناس على قدر منازلهم، ما يخاطب العالم بخطاب الجاهل، ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم، ولا يخاطب الفرد مخاطبة الملوك، ولا يخاطب الملوك مخاطبة الأفراد، كل يخاطب بحسب ما يليق به، لأن هذا أدعى لحصول المقصود. الله جل وعلا قال لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية، قال فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال لموسى عليه السلام فقل هل لك إلى أن تزكى، قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هكذا يبدأ معه، فإذا ما أجدى فأنت أديت الواجب عليك، ويكون هناك رأي آخر لأهل العلم وأهل البصيرة، ما هو للغوغاء والعوام. نعم. معالي الشيخ غفر الله لكم، يقول السائل: حشد الناس وتجميع العدد الكثير بدعوى الاحتساب على المسؤولين، هل هو من طرق إنكار المنكر؟ لا، هذا هو نفسه منكر، جمع الناس على أبواب المسؤولين، هذا يفرح الأعداء ويغيظ أهل الإيمان، هذا ما يجوز. المراجعة تكون بأسلوب مناسب، تكون من شخص مناسب، تكون في وقت مناسب أيضا، هذه المراجعة. لا، المراجعة ما بأس بها، لكن لابد لها من ضوابط. نعم. معالي الشيخ يقول: هل يجوز الكذب في المحاضر والزيادة فيها لتأديب المخالف لإنزال العقوبة الشديدة عليه لعله أن يكف؟ هل يجوز الكذب في المحاضر والزيادة فيها لتأديب المخالف لإنزال العقوبة الشديدة عليه لعله أن يكف؟ نعوذ بالله، لا يجوز هذا، هذا ظلم، لا يجوز أن تظلم المخطي أو الذي عليه يعني مناقشة أن تظلمه وتكتب شيئا ما هو عليه، هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. نعم. وردت عدة تساؤلات من بعض الشباب عما انتشر عن أحد الدعاة، فهو يقول إن تنظيم القاعدة ليس عندهم تساهل في تكفير المسلمين، وليس عندهم تساهل في مسألة الدماء،
حتى شوش هذا على بعض الإخوة وقال إنني لا أدافع عنهم، فما رأي معاليكم؟ والله هذا ليس من شأننا الدخول فيه، هذا ليس من شأننا الدخول فيه، ومعافينا الله منه، ونسأل الله يكفينا شرهم. نعم. أيضا هناك تساؤلات كثيرة عن مسألة ما يقع في مالي، وهذا أحد الإخوة هو طالب من مالي، يقول ما قام به بعض الماليين المتعاطفين مع تنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد وحركة بوكو حرام ضد الحكومة المالية، هل يعد هذا جهادا في سبيل الله مع أنهم بدأوا الآن بالتفجيرات الانتحارية في المدينة؟ وأيضا عدد من الإخوة يسأل ما هو موقفنا مما يجري في مالي؟ أنا لا أتكلم عن شؤون الآخرين والبلاد الأخرى، هذه أشياء لم أطلع عليها ولم أعرف أسبابها ولا أتكلم فيها. نحن نتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه حاجتنا إليه، أما الكلام على الدول الأخرى هذا ليس من شأني يا إخوان. نعم. يقول هل الإنكار على الاختلاط أصل من أصول أهل السنة حيث أن من خالفه يكون مبتدعا؟ الإنكار على الاختلاط، البيان يبين أن الاختلاط حرام وينهى عنه، ويكون لرجال الحسبة عمل في معالجته، وأما التعنيف وأما القسوة وأما هذا لا يدي شيئا. نعم. يقول السائل يحتج البعض بوقائع وقعت وقصص لبعض السلف في مشروعية الإنكار العلني على ولاة الأمر، فما توجيهكم رعاكم الله؟ يقول يحتجون ببعض القصص والوقائع التي وقعت من بعض السلف في الإنكار العلني على ولاة الأمر، فما هو توجيهه؟ عليكم بالكتاب والسنة، أما القصص والسواليف والأشياء ذي ما ندري عنها، فيه شيء صحيح وفيه شيء ما هو بصحيح، والصحيح ما ينبغي إشاعته، وعندنا الكتاب والسنة والحمد لله فيهما الكفاية. نعم. يسأل يقول ما حكم إبلاغ الجهات المختصة عن الطالب الذي يحضر شهادة مزورة أو الذي يأتي بمنحة غيره ويبرر الطالب بأن هذا من باب طلب العلم فليس فيه شيء؟ هذه من أمور النظام التعليمي، هذه من أمور النظام التعليمي، والجهات المختصة لها متابعة في مثل هذه الأمور، وأنت ما كلفك الله تفتش على الناس. نعم. يسأل يقول هل يجوز، وهذا أحد الإخوة هو منسوب الهيئة، يقول هل يجوز التجسس على من يشتبه وقوعه في معصية؟ يقول حيث إني أعمل في الهيئة، وهل الستر على العاصي بعد القبض عليه أمر مذموم؟ وهل إذا هرب المخالف يجب علي أن أطارده؟ يا أخي نظام الهيئة لها نظام، الهيئة لها نظام تمشي على النظام في أدائك العمل، وإذا أشكل عليك شيء راجع المرجع الذي ترجع إليه الهيئة في مشاكلها. ولكن السؤال ما هو؟ السؤال يقول هل يجوز التجسس على من يشتبه وقوعه؟ التجسس لا يجوز، لكن التحسس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحسس والمتابعة لأجل المصلحة الراجحة، تحسس. فإذا كان إنسان مشتبه فيه وعنده اشتباه فلا بأس أن يتابع وأن يتحسس عليه حتى يظهر إما أنه بريء أو أنه واقع، فيعالج بما يناسب. نعم. ويسأل هل الستر على العاصي بعد القبض يعد أمرا مذموما؟ نعم، يستر على العاصي ويجرى عليه ما يستحقه من العقوبة، ويستر عليه، ما يشهر به فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ما يجوز، تكفي عقوبته. نعم. هذا سؤال من أحد الإخوة طلاب المنح، يقول في بلادنا كثرت المبتدعة، ونعرف هدي السلف في معاملة المبتدعة بحسن إرشادهم لنا إلى كيفية معاملة أهل البدع، خصوصا في بلاد الكفار التي يقل فيها المسلمون. يسأل عن كيفية معاملة أهل البدع. تبتعد عنهم، لا تخالط أهل البدع ولا تجالسهم، ابتعد عنهم لتسلم أنت من بدعتهم.
وإذا كان عندك علم ومقدرة تنصحهم وتناقشهم وتبين لهم هذا واجب عليك. نعم. أيضا يسأل يقول: بعض الإخوان الذين يدرسون في الجامعة يسبون علماء السعودية وحكامها، فهل نهجرهم ولا نسلم عليهم ولا نجالسهم، أو نجالسهم ونخالطهم ما دمنا نعرف أفكارهم؟ لا تجالسوهم، وأما كلامهم فهو عليهم، ولا يضرون حكام السعودية ولا يضرون إلا أنفسهم. نعم. ولا يهمكم أمرهم، الرسل تكلم فيهم، تكلم في الرسل، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل فيه ما ذكره الله وما جاء في الأحاديث والسيرة النبوية، ومع هذا الصبر وانتظار الفرج، هذا هو الواجب على المسلم، عدم الاستعجال في مثل هذه الأمور. يقول الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى مكان الفساد والضلال للإنكار عليهم؟ نعم، إذا كنت من رجال الحسبة هذا واجبك، أنك تذهب إلى مواطن الشبهة وتقوم بالواجب نحو أهلها. أما إذا كنت لست من رجال الحسبة فلا تذهب إلى مواطن، إلى المواطن التي لم تؤمر بالذهاب إليها ولم تكلف بالذهاب إليها، لأنه ما ظهر لك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم، أنت ما رأيت شيء، ما دام أنك ما رأيت شيء الحمد لله، معافيك الله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، قرأت في تاريخ ابن جرير أن عبد الله بن سبأ اليهودي قال: ابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، فأود شرح هذه العبارة. هذا واضح، هذا منهجهم، أنهم بدأوا، أن ابن سبأ بدأ بسب عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد والتشهير به لأجل أن يستثير الناس عليه، وهو يهودي، ما يستكثر عليه، هو يهودي لكنه أظهر الإسلام، وهو يريد بذلك طعن في المسلمين، فلا يستكثر عليه ما يقول من الكلام الباطل. نعم. السائل يقول: معالي الشيخ وفقك الله، كيف نرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري بأنه انقطع منه الوتين، وبين قول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ إيش السؤال؟ سؤال يقول: كيف نرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري بأنه انقطع منه الوتين؟ انقطع أو قطع؟ كتابة انقطع منه الوتين، ما أدري والله، ما اطلعت على هذا، ولكن اللي ينقطع منه الوتين يموت. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقتلنا. نعم. يقول: معالي الشيخ جزاكم الله خيرا، ما نصيحتكم فيما يجري الآن في العالم الإسلامي وخصوصا العالم العربي بما يسمى بالربيع العربي؟ هذه فتنة على يد الكفار، علينا أن نثبت على ديننا ونثبت مع ولاة أمورنا، نحافظ على بلادنا وعلى أمننا واستقرارنا، وأن نكثر من الدعاء أن يدفع الله عنا البلاء ويكف عنا الأعداء. نعم. هذا سؤال. ولا نرجف الناس، نقول جاكم الكفار وجاكم ما نرجف ونخوف الناس، نطمئنهم، نقول النصر قريب، والله يحفظ دينه ويحفظ عباده المؤمنين، ولو بهذا أول كيد الكفار. نعم. هذا أحد الطلاب الشباب يسأل، وهي يعني مسألة تكرر السؤال عنها، يقول: أنا طالب في كلية كذا، يقول: ومنذ ملتزم منذ 4 سنوات، ولكنني مدمن على مشاهدة المواقع الإباحية،
وفي كل مرة أتوب وأبكي وأرجع إلى الله عز وجل، ولكن سرعان ما أعود مرة أخرى إلى الذنب ومشاهدة المواقع والعادة السرية، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أنك عندك شعور في الذنب والخطأ، وأنك تتوب كل مرة تتوب، هذا هو الواجب، أنك إذا تكرر الذنب تكرر التوبة، ولكن عليك أن تبتعد عن مواطن الشر وعن أصحابها، لا تجالس أصحابها أو تجلس في المجالس التي تعرض فيها هذه الأشياء، ابتعد عنها، عن مجالسها ومجالسة أصحابها، وعليك بالنية الصادقة والعزم على التوبة، ويعينك الله عز وجل. نعم. معالي الشيخ، هذا سؤال وتكرر، يقول هذا الشاب، يقول شيخي الفاضل أثابكم الله، ما هو موقفي وموقف الشباب من قضية سوريا، وكيف نشاركهم وننصرهم، علما معالي الشيخ أن هناك حقيقة تجيش لمجموعة من الشباب، وخرج مجموعة منهم، وهناك أخبار تنقل في قتل بعضهم وفي مشاركة بعضهم. والله يا أخوان، ما ندخل في مشاكل الدول الأخرى، لها أهلها ولها من يقوم بحلها، منهم أنفسهم، من الشعوب الأخرى هي اللي تعالج مشاكلها، أما نحن علينا الدعاء لهم، علينا الدعاء للمسلمين، لأن الله يحميهم وينصرهم على عدوهم، ولا نملك إلا الدعاء. نعم. هذا معالي الشيخ، أعرض هذا السؤال لأنه عقب عليه بقوله: أرجوكم بأن تعرضوا سؤالي على فضيلة الشيخ، وإلا ما جعلتكم بحل مني وأنا خصمكم يوم القيامة. لا حول. نعم. يقول صاحب الفضيلة: أشهد الله على حبكم، وبعد سمعنا عنكم أنكم قلتم بأن سلمان العودة لا يزكى، فهل هذا صحيح؟ وأنكم تحذرون وتنصحون ألا نسمع لدروسه ومحاضراته، فهل هذا صحيح؟ والله أنا ما أذكر أني قال إن هالكلام، وأنا ما أتكلم بحد إلا إذا ثبت لدي عليه مأخذ، فأنا أحذر منه. أما هذا الرجل، والله ما سمعت، لا أنا بستمع كلامه ولا أنا بحرص عليه، أنا مبتعد عن كلامه وكلام غيره من هؤلاء، أنا بستمع إليه، لأنه ما يأتيك بشيء يوسع صدرك، يأتيك بشيء يقبض خاطرك ويكدر خاطرك، فأنا الحمد لله بعافية من هؤلاء ومما يقولون. نعم. هذا سؤال معالي الشيخ، يقول: ما حكم استعودة، وهل يجوز أن أتواطأ وأعمل فيها، مع العلم أن أحد زملائي عرض علي أن أتواطأ معه فيها وأسلم نهاية الشهر 1500 ريال وأنا في البيت؟ سلم إيش؟ استعودة. إيش يسلم؟ يسلم 1500 ريال وهو لا يعمل، وهو في البيت. أنت قلت يسلم 500,000. لا، 1500 ريال. إيه. هذا كذب، والكذب لا يجوز، ولا يجوز الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. استأذنكم على الشيخ الأذان. طيب. أيضا من الأسئلة مع الشيخ، يقول: هل صحيح أن دعاء القنوت ليس ضروريا أن يؤخذ فيه إذن ولي الأمر؟ الدعاء ليس ممنوعا، تدعو في جميع الأوقات المناسبة وليس ممنوعا، وأما الصلاة فلا يدخل فيها شيء ولا يزاد فيها شيء إلا بفتوى معتمدة من أهل العلم الذين يعرفون الأحوال التي يشرع فيها القنوت، فهذه الصلاة ما يحدث فيها شيء ويزاد فيها شيء إلا بفتوى شرعية من الجهة المختصة التي تعرف المبررات للقنوت. نعم. أيضا هذا السؤال يقول: كيف نرد على من قال إن الجهاد في سوريا جهاد دفع، وأنه يجب علينا نصرتهم لأنهم إخوة لنا؟ قلت لكم: لا تدخلون في مشاكل سوريا ولا غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن نقوم بشرح خطبة يوم الجمعة قبل أذان صلاة الجمعة لعدم فهم قومنا العربية، ثم بعد الأذان يخطب الإمام بالعربية، فهل فعلنا هذا من البدع وما توجيهكم في هذا؟ يجوز ترجمة الخطبة لمن يحتاج إلى ترجمتها، يجوز ترجمتها بعد نهاية الخطبة، بعد الصلاة مثلاً تترجم الخطبة للحاضرين، أو يكون في مكان خاص يترجم لهم. نعم. أيضاً من الأسئلة معالي الشيخ، يقول لي إخوة وأخوات في البيت يشاهدون المسلسلات ويسمعون الأغاني، عندما أنصحهم لا يسمعون لي، وربما يؤدي هذا إلى قطع علاقتي معهم، فهل يجوز لي عدم نصحهم حفاظاً على الرحم ومنعاً لقطعه؟ إذا كنت تسكن معهم تخالطهم فلا بد من استمرار النصح ولا تقطع النصح معهم، أما إذا كنت في مكان آخر منعزلاً عنهم ولم يقبلوا النصح فابتعد عنهم، وأنت أديت الواجب والحمد لله. نعم. يقول سمعت شخصاً يثني على قصيدة البوصيري ويقول إنه ليس فيها شركيات، ما توجيهكم؟ هذا شيء معلوم، كثير من الناس يقرؤونها في أيام المولد أكثر مما يقرؤون القرآن، ويتقربون بها إلى الله، وأما أن يقال ليس فيها شرك هذا جحود للواقع، بل فيها الشرك الصريح. يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، يعني الله ما يلاذ به، إنما يلاذ بالرسول يوم القيامة. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، العياذ إنما يكون بالله عز وجل، ما يكون بالمخلوقين، عبادة، العياذ عبادة. إن لم تكن في معادي آخر، يعني يوم القيامة، آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم، يعني نسي الله عز وجل يوم القيامة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الله ما له دخل في هذا. ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، يقول هذا من علم الرسول، يقول هذا بعض علم الرسول. إذن وين الله؟ ما لله ذكر في هذا؟ نسأل الله العافية. هل بعد هذا الغلو مزيد؟ هل بعد هذا الشرك؟ إن لم يكن هذا شرك فما هو الشرك؟ نعم. كون بعض الناس يعجبون بها هذا ليس بغريب، الناس كثير منهم يرغبون الباطل، كثير من الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. يقول يا شيخ أحسن الله إليك، امرأة قريبة لي تقول إنها عملت مجموعة في الجوال مع عدد من صديقاتها، كل يوم ترسل إليهن 4 صفحات من القرآن يقرأنها كورد يومي، ومن تقرأ ترسل علامة على أنها قرأت، والتي لا ترسل تذكر، فهل هذا الفعل فيه شيء؟ والله لا، أنا ما أعرفه، لكن القرآن ما يعمل بهكذا، هذا قد يكون فيه إهانة للقرآن، وفيه القرآن يلقى مباشرة على المتعلم، المتعلم يحضر عند المدرس ويقرئه القرآن، هكذا طريقة السلف الصالح. نعم. هذا سؤال من أحد الإخوة طلاب المنح، يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ بدعة، احتفال بالمولد النبوي بدعة. بدعة ليه؟ لأنه محدث، ما حدث إلا بعد القرون المفضلة، ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا فعلته القرون المفضلة، إنما جاء مع الشيعة الفاطمية لما استولوا على مصر، جاءت معهم البدع من عبادة القبور والموالد وغير ذلك، فهو بدعة، بدعة لا يجوز العمل به ولا إقامته. والذي يحب الرسول يتبع الرسول ويطيع الرسول، الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
الرسول ينهاك عن الإحداث وأنت تأخذ بالمحدث وتعمل به، هذه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وليست محبة للرسول. محبة الرسول تقتضي اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، تمسك بسنته. نعم، عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. معالي الشيخ، تكرر السؤال عن جماعة التبليغ، والسؤال هل جماعة التبليغ تعتبر من الفرق الضالة؟ ما قولكم فيها؟ يا إخواني، هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة على عقيدة التوحيد واتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست بحاجة إلى جماعة التبليغ ولا غيرها من الجماعات. نحن والحمد لله على طريقة واضحة وبينة، علينا أن نتمسك بها. من جاء يدخل معنا في هذا الخير حياه الله، ومن جاء يريد صرفنا عما نحن عليه فلا حياه الله ولا قبول له. نعم. معالي الشيخ، يقول هناك مقولة ويسأل عن حكمها، هذه المقولة يعني فيها فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، يقول أن المقولة: ونادى حسني مبارك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فوكزه مرسي فقضى عليه، ما حكم هذه المقولة؟ هذا تحريف لكتاب الله عز وجل، نسأل الله العافية، تلاعب بكلام الله عز وجل. يعني موسى عليه السلام الكليم الله صار مرسي؟ حول ولا قوة إلا بالله. حرفت الآية إلى تلعب بها إلى هذا الحد. نعم. أيضا يقول: ما رأيكم في من يقول إن الحسين خير من ملء الأرض من معاوية؟ معاوية له فضائل، والحسين رضي الله عنه له فضائل، رضي الله عن الجميع، كل منهم له فضائل، أما التفضيل بينهم فهذا إلى الله عز وجل. نعم. يقول: قرأت لكم في الأنترنت جواباً لمعاليكم حيث سئلتم هل يؤجر سيد قطب فيما أخطأ فيه أجر المجتهد المخطئ، وأجبتم بأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى يكون له ذلك. والسؤال: هل معنى الاجتهاد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو معناه عند الأصوليين؟ نعم، الاجتهاد هو استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم. أما الأدباء مثل سيد قطب وغيره فليسوا من أهل العلم، هؤلاء أدباء ليسوا من أهل العلم. نعم. يسأل عدد من الإخوة عن رأيكم في التصوير، وهل كان لكم رأي ثم رجعتم عنه، وما حكم التصوير في المسجد؟ ليش رجعت عنه؟ ما رجعت عنه، التصوير حرام، أقوله الآن وأصرح. وش اللي رجعن عنك؟ هل لي كلام في هذا لأن التصوير حلال، التصوير مباح؟ اللي يقول هذا يبرز كلامي ويجيبه مكتوباً أو بصوتي. أما الافتراء على الناس والكذب على الناس هذا لا يجوز. نعم. من الأسئلة يقول، ومن طلاب الإخوة طلاب المنح، يقول: عندنا إمام وفيه أعمال شركية، وأيضاً يقوم بجمع الناس لأجل الذهاب إلى القبور. عندنا إيش؟ إمام. أي. ولديه أعمال شركية، ومنها أنه يقوم بجمع الناس لأجل الذهاب إلى القبور لرجل صالح على زعمهم، وكذلك يقوم يعني بالتقرب إلى القبور، ويقول: هذا عملي، إلا ما أفعل هذا ستبعدني الحكومة من إمامة المسجد. فسؤاله يقول: لا يوجد عندنا غير ذلك المسجد الذي يؤم فيه ذلك الإمام، ماذا أفعل أنا وإخواني المصلين؟ عليكم بمناصحته لعله يتوب ويترك هذا الشيء، فإن لم يقبل فلا تصلوا خلفه، اعملوا لكم مصلى واجتمعوا وصلوا فيه أنتم، أو ابنوا لكم مسجد إن قدرتم. نعم. أيضا هذا من أسئلة طلاب المنح، يقول: في بلادنا تقوم الشرطة قد تظلم المنقبات الأخوات وقد تنتهك أعراضهن، فالأخوات يخفن من ذلك، فهل يجوز لهن أن يخلعن النقاب من وجوههن؟
لماذا الأخوات يذهبن إلى هذا المكان الذي يجبرن فيه على خلع الحجاب أو على هتك أعراضهن؟ هن اللاتي ذهبن إليه، عليهن ألا يذهبن إلى هذا المكان. والدراسة إذا ترتب عليها هذا لا تجوز، يجلسن في بيوتهن، تعلمن في بيوتهن ما تيسر والحمد لله. نعم. هناك جملة من الأسئلة الفقهية، ما أدري إذا كان مناسب نعرض بعضها مع الشيخ. والله كنت نسمعها، ما أدري. نعم. طيب، من الأسئلة يقول: ما حكم من يؤخر إقامة صلاة الفجر إلى وقت قريب من الإشراق، أن يبقى 10 دقائق عن الإشراق ثم يقيم الصلاة، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، كان يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه من ظلام الليل، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، لأنه يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، يقرأ 70 إلى 100 قراءة مرتلة، يعني يقف على رؤوس الآيات ويترسل في قراءته عليه الصلاة والسلام، فهو يدخل فيها مبكرا وينصرف منها حين يظهر النور وتعارف الناس بعضهم مع بعض، تقدم في أول وقتها صلاة الفجر وغيرها، أفضل الصلاة في أول وقتها، إلا إذا اشتد الحر تؤخر الظهر حتى يبرد الناس، وإلا العشاء فهي في ثلث الليل أفضل لمن لا يرتبط بجماعة أو من لا يشق عليه ذلك. أما من يرتبط بجماعة فيصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة، وكذلك من يشق عليه ذلك ويحتاج إلى النوم يصلي وينام الحمد لله. وما عدا هاتين الصلاتين فهو في أول وقته أفضل. نعم. يقول معالي الشيخ: قرأت لبعض السلف أن الرد على أهل البدع من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشاهد اليوم من جعل الرد على أهل البدع من أعظم الجرائم، فما هو الرد عليهم؟ الرد على أهل البدع لا بد منه، على المخطئين لا بد منه لبيان الحق، أما إذا لم يرد عليهم فهذا من كتمان الحق، لكن ما يتولى الرد إلا أهل العلم، أهل العلم الذين يعرفون الخطأ من الصواب، يعرفون السنة من البدعة، يعرفون الطريقة للرد، أهل العلم هم اللي يردون، أو كل يرد ويتلاطخ الطلاب بعضهم مع بعض وهم لا يحسنون الرد ولا يحسنون ما الذي يستحق الرد من الذي لا يستحق، هذا من شؤون أهل العلم. نعم. لعل هذا أن يكون آخر سؤال، يسأل ويقول: معالي الشيخ، أنا أحبك في الله وأسألك، ما هو الطريق الأسهل لطلب العلم النافع، وهل أطلب العلم في بلاد الكفار؟ أنت الآن تسأل وأنت بين المسلمين وبهالجامعة،